أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف يمتدح الله سبحانه في الآية الموفين بالنذر مع أن النذر مكروه أو محرم كما قاله بعض أهل العلم؟ الدخول في النذر فرق بين الدخول بالنذر وبين الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر واجب، وأما الدخول فيه من البداية هذا هو المكروه أو المحرم، فرق بينهما. نعم.